فهو من جريدة الأخبار في الصفحة. الشعوب القديمة توصلت للتقرب للآلهة بالمنح والعطايا والمأكولات والمشروبات والزهور. قدماء المصريين أول من عرفوا الذبائح في الأعياد. للحديث معنا هاتفيا دكتور باسم الشماع المؤرخ في علم المصريات. صباح الدكتور بسام الشماع المؤرخ في علم المصريات. صباح الخير يا دكتور بسام. صباح النور يا فندم. صباح النور. ونقدر نقول لكم كلكم بقى بما ان احنا بنتكلم على مصر القديمه بقى للاعياد، نقدر بقى نعيد على كل الناس بعد كل سنه وانتم طيبين بالعربي، نعيد عليهم بالهيروغليفي ونقول لهم وات نبر رامبت. رامبت يعني سنه، ونبر يعني جميل او حسن، ووات يعني افتتاحيه. ودي جمله على فكره المصري القديم كان بيقولها في مصر القديم، دي مش جمل او عبارات محطوطه جنب بعضيها كده احنا حطيناها، لا دي جمل اتواجدت واتواجدت منحوته على ظهر كمائن معموله من الجعارين، ودي كانت بتوزع وبتتم وضعها داخل المقابر كنوع من انواع الاستشراف بان العام القادم الجديد عام طيب وحسن، فسموها افتتاحيه عام طيب. ومن المثير في عام 2021 السنه دي ان يوم 19 يوليو 19 يوليو ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده هو اول يوم في السنه الجديده عند المصري القديم. المصري القديم سنته الجديده كانت بتبتدي يوم 19 جولاي 19 يوليو. فعجيبه ان التقويم السنه دي جاي ما بين السنه المصريه القديمه و العام والعيد الاضحى المبارك بتاعنا. مصر القديم عارف تقرب الاله بالمنح والمأكولات وطبعا القرابين. كيف كانت هذه كيف كانت الطقوس الانتقام لتقديم القربان؟ لو اي حد فينا زار مقابر سقاره بالجيزه وبالذات المقابر اللي احنا بنطلق عليها مقبره المصطبه، والتسميه دي على فكره تسميه فرنسيه، يعني الفرنسيين لما جم في 1800 لقوا ان المقابر دي شبه المصطبه اللي احنا بنقعد عليها قدام بيوتنا فسموها مقابر المصطبه. هتلاقي مناظر مرسومه وملونه ومنحوته كتيره قوي قوي عن ذبح الحيوانات زي الابقار، وطريقه ذبحها مفصله جدا وموضحه جدا وواضحه قوي قوي، لدرجه ان احنا عندنا مقبره اسمها مقبره الجزارين. تخيلوا في مقبره الجزارين. ايوه دي مقبره مشهوره جدا للجزارين البوتشرز الجزارين. وزي ما قلت لك ان الحيوان او الاضحيه او البقره بتبقى واضحه مرسومه او مقبوضه بشكل جامد جدا. كانوا بينحروا ايضا العنز يعني كمان المعين، وده ذكرها هيرودوت. كان في بيقول ان من يوم 24 كيان كان المصريين كانوا بيقدموا اضحيه على شكل عنز. طبعا الارباب والمعبودات طبعا بشكل مختلف، وكان بيتم حرق الاضحيه في بعض الاحيان واكلها بعض الاحيان، ليهم طبعا طقوس مختلفه عننا. ولكن فكره ان انت بتذبح ديت يعني مثلا فكره النحر بتاع العنز يوم 24 كيان دوت كان عيد له علاقه بوزوريس، وكانت الاضحيه بتقدم والقمر بدر، يعني التوقيتات كانت بالنسبه لهم مهمه. وعايز اقول لكم قبل ما ننهي المداخله جمله كتابه هيرودوت، بعتقد الجمله دي احنا لازم نحطها يعني على مداخل بيوتنا، لان ده بيغير خالص فكره ان المصري القديم طول النهار عمال يحمم وطول النهار عمال ينحت في المقبره بتاعته. لما يعني في بعض الناس بتدي كده الانطباع ان المصري القديم ده ما بيعملش حاجه في مصر القديم غير انه عمال يعمل حاجات ليها علاقه بالحزن وليها علاقه بالتحقيق والموت والكلام ده. الكلام ده كلام عادي تماما من الصحه. يقول هيرودوت عنا، وده راجل يوناني خد بالك، وده راجل يوناني كان في وقتها الحضاره دي كانت منافسه لنا، فهو عشان يكتب جمله زي اللي انا هقولها دي جمله هامه جدا، ودي بقى شاهد من عندهم هناك في اليونان. بيقول ايه؟ ولقد سبق المصريون الشعوب الى اقامه الاعياد العامه والمواكب العظيمه. احنا كنا شعب بنحب الفرحه وبنحب العيد، وعنهم تعلمها اليونانيون. ودليلي على ذلك بيقول هيرودوت انها تقام عند المصريين منذ زمن بعيد، بينما لم يحتفل بها اليونانيون الا منذ وقت قريب. وقال لنا كمان ان المصريون لا يحتفلون مره واحده في السنه بعيد شعبي عام، ولكن اعيادهم العامه كثيره. نعم. فاذا احنا سبقنا العالم وعلمنا العالم العيد. دكتور
دكتور بسام الشماعه المؤرخ في علم المصريات، شكرا ليك، ومره ثانيه كل سنه وانت طيب، ومصر كلها والعالم الاسلامي والعربي.